السلام عليكم ورحمة الله. انتهى سوق الانتقالات لصيف هذا العام تاركا وراءه إحباطا شديدا لدى جماهير برشلونة بعد فشل إدارة النادي في التعاقد مع صفقات كبيرة لتعزيز صفوف الفريق الذي يعاني من خصاص في العديد من المراكز، باستثناء صفقة الفرنسي عثمان ديمبلي لتعويض رحيل نيمار إلى باريس. ولم تستغل الإدارة جيدا ال 222 مليون يورو التي حصلت عليها من باريس، ما تسبب في سخط عارم من جماهير النادي لدرجة أصبح جزء كبير منهم يطالب برحيل رئيس الفريق بارتوميو. وفي هذا الفيديو سوف نقدم لكم أفضل سبع صفقات فشل برشلونة في إتمامها لأسباب مختلفة في سوق الانتقالات المنتهي. جين سيري، بعد التوصل لاتفاق مع النادي واللاعب لرحيله إلى برشلونة مقابل 40 مليون يورو، انسحب برشلونة بشكل مفاجئ من الصفقة في اليوم التالي بعدما لم يتبقى سوى التوقيع الرسمي. وظهرت بعد ذلك تفسيرات ترجح خوف إدارة النادي من إمكانية فشل اللاعب مع الفريق. داني سيبايوس، لم تراهن إدارة البارسا مطلقا على سيبايوس، ولكن بمجرد وصول نبأ سعي إدارة ريال مدريد للتعاقد معه قاموا بالتحرك لإقناعه بإتمام الصفقة، ولكن بعد فوات الأوان فقد قرر سيبايوس الانتقال إلى ريال مدريد، والأمر نفسه تكرر مع الفرنسي ثيو هيرنانديز. هيكتور بيلرين، سعى برشلونة للحصول على خدمات الظهير الأيمن لأرسنال، وأبدى اللاعب الإسباني موافقته خصوصا وأنه نشأ في مدرسة برشلونة قبل رحيله لأرسنال عام 2013، لكن بعد ذلك قررت إدارة برشلونة تغيير خططها فتراجعت عن فكرة التعاقد مع اللاعب. باولو ديبالا، كان أحد اللاعبين المطلوبين دوما في برشلونة، ومع الرحيل المفاجئ لنيمار غير النادي وجهته وفكر في التعاقد مع لاعبين آخرين لتعويض البرازيلي كديمبلي وكوتينو وديماريا، هذا إضافة إلى أن النادي كان يتوقع أن يطالب يوفنتوس بمبلغ ضخم للسماح برحيل نجمه. ماركو فيراتي، كان الهدف الأساسي لبرشلونة حتى قبل بداية سوق الانتقالات، ودخل النادي الكتالوني في مفاوضات مع اللاعب الإيطالي الذي أبدى موافقته على الانتقال إلى برشلونة، لكن سان جيرمان رفض التفاوض كرد على رفض برشلونة التفاوض على رحيل نيمار، ما أجبر باريس سان جيرمان على دفع الشرط الجزائي والحصول على خدمات اللاعب، كما أجبر النادي الفرنسي لاعبه على تغيير وكيل أعماله الذي كان يدعم رحيله. وبعد تولي مواطنه مينو رايولا مسؤوليته توقف الحديث عن إمكانية انتقال فيراتي لبرشلونة. دي ماريا، عندما بدأت تشير الأنباء إلى قرب رحيل نيمار أبدى برشلونة رغبته في التعاقد مع دي ماريا، واضعا في حساباته رغبة النادي الفرنسي في ضبط التوازن بحساباته المالية خوفا من عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن النادي الفرنسي رفض التفاوض حتى بعد أن عاد برشلونة محاولا إتمام الصفقة في أكثر من مناسبة ولكن دون جدوى. فيليب كوتينيو، النجم البرازيلي كان الهدف الأبرز لبرشلونة هذا الصيف، حيث عرض في بداية سوق الانتقالات 80 مليون يورو على إدارة ليفربول، لكنهم رفضوا مطالبين برفع العرض المقدم. وبعد رحيل نيمار عاد برشلونة للتفاوض، وهذه المرة بإصرار أكبر، لكن صفقة نيمار التي بلغت 222 مليون غيرت سوق الانتقالات للأبد، فقد طالب النادي الإنجليزي بعرض يفوق ضعف الأول، ولأن برشلونة في أمس الحاجة لكوتينيو فقد دفعه للتمرد على ناديه بغاية الضغط على الإدارة لتركه يرحل، ولكن كل هذا لم ينجح حتى بعد أن قدم برشلونة عرضا ضخما بمبلغ 150 مليون يورو.